مثل كل سبت رح نتعرف على موهبة فتية وشابة مايا عبود عمرها 12 سنة موهبتها الرسم رح نسلط الضوء عليها شوي صغيرة وهيك نتمنى إن شاء الله يوم من الأيام نشوفها أكبر رسامة مش على مستوى الأردن على مستوى العالم كله. صباح الخير يا مايا. أهلا. صباح الخير. كيفك مايا؟ يعني مزينتنا الاستوديو بلوحاتك الحلوة وإحنا دائما يوم السبت تحديدا نحب نختم على بالفعل مواهب شابة ومميزة. الرسم مش سهل انه الواحد يكون في عنده موهبه وبعدين يطورها للوحات، فاحكي لنا ايمتى بديت تحس انه عندك هاي الموهبه؟ انا بديت اشترك بدورات وانا عمري 5 سنين، بديت مع مسلمان النمري ببيت الويبده. اوكي. كنا نعمل معارض سنويه وكثير حبيت معها وهيك. برافو، ايش اول لوحه بتتذكري او اول رسمه رسمتيها؟ بتذكر كان بالخشب كنا نعمل اول شيء. برافو. بعدين بدينا نستعمل اكريليك وهيك. حلو. بعدين رحت مع مسرن تحديدين كمان كنا نستعمل اكريليك اكثر شيء ونرسم بطرق مختلفه كثير. ما شاء الله عليك. حلو كثير. بعدين رحنا بمركز هيا عملنا مع مسلمة عازر، كنا كثير نستعمل ميكس ميديا، نستعمل كراتين، نعمل اشكال احيانا، نستعمل اكريليك كمان. هلا احنا اللوحات اللي عندنا اكريليك. اه هاي اكريليك، هاي ووتر كولر. هاي انا بدي اعرضها. دوري. انا دار. انت عرضي. هلا بلاش كله بتشبهين. لا هاي اللي بتشبهني. استنى اسمعوا. هيثم تخيلي يا مايا، هيثم شبهني لهاي. ايش رايك؟ لا بلكي صح. ما بتشبهك. جميله هاي مايا اللي رسمتها حكت لها ما عندك بوكل زي هدول. طيب احكي لنا مايا، بتحبي مثلا ترسمي وجوه زي ما احنا شايفين على هاي اللوحه؟ في بورتريت، سيلف بورتريت، مره رسمت سيلف بورتريت. انه بده كمان نعمل الوجه. حلو حلو. طيب تشوف هاي. هاي شباك، نطلع من الشباك نلاقي عمارات شارع. شو الاشياء اللي بتلفتك انك ترسميها مايا؟ بحب انا ارسم، بحب اخلط الوان كثير، بحب اخلط الوان دائما. اخلط مع الابيض هيك. حلو. طلع هذا. بتحبي انك تقعدي تجربي الوان في بعض ومرات بتطلع من 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 هالرسم؟ زي احيانا عندي ورقه جانبيه بجرب عليها الوان. هيك. اوكي حلو. طب بدي اسالك مايا، بتحضري مثلا معارض؟ بتروحي بتزوري معارض؟ بتحبي انت توقفي عند لوحات وتشوفي الفنان شو كان يفكر؟ كنت اروح لمعارض نسجمان النمري. كثير كمان رسمها كثير بحبه. ورحت اخر مره رحت لاستاذ فادي حددين بالمدرسه، علمني ارسم بالرصاص. هو برسم زي تقريبا هيك. يعني شافي قديش دانا المدرسه لها دور. يعني مايا هلا ذكرت تقريبا 3 أو 4 مدرسين من المدرسين اللي شجعوها. في حدا بعيلتكم برسم؟ في حدا بشجعك ولا حسيتي انه هيك؟ هلا كلنا بنرسم بس مش اكثر شيء بيركزوا عليه الرسم. كلكم عندكم فنون، عندكم باليه. كنت اشترك مع ابن خالتي احيانا اروح على مركز هيا وهيك معها. برافو. طيب عم نستعرض احنا هاي اللوحه مايا، احكي لنا شو كنت تفكري، كيف قررتي تطلع بهذا الشكل النهائي؟ هاي انسبايرد باي جاكسون بولوك. اسمه ديب بينت. انه بنجيب ومنطرطش عليها، كثير ممتعه وبحب الوانها انا. حلو. لما تخلصي اللوحه شو بيحكوا لك اللي حواليك؟ يعني مين اكثر حدا عم بشجعك، عم بفهم تفاصيل الفن هذا؟ طبعا بشجعوني وبروزوا لي اياهم بالبيت وهيك. حلو. طب هذيك الرسمه مش بس الوان مايا، كمان مستخدمه مواد ثانيه. ممكن نشوفها. ايش هاي وشو خطر لك وشو عم تعمل؟ هدول درويش. درويش. استعملت هذا ورق فلافل. حلو. كثير حلوه. كل واحد هذا كرتون. ورق سندوتشات فلافل. حلو. ده في النص بشطه. هي الشطه كثير حلو. بحب اعرف منك مايا، شو بتحسي عشان عندك هاي الموهبه شخصيتك بتفرق عن باقي اللي بسنك؟ يعني قد ايه انت بتحسي هيك في نوع من التامل؟ يعني مثلا مش بس دراسه، انك بتروحي في إلك وقتك الخاص. وباقي مثلا الطلاب اللي بسنك ما عندهم هاي الميزه. بحس انه كثير هو بده صبر وبساعد انه يخلي الواحد يكون صبور اكثر. عشان انه صعب، انه لازم نكون صبورين وهيك. بدها طولة بال الرسم.
حلو. طب ايش بدك تدرسي مايا؟ مفكره شو بدك تصيري لما تكبري؟ مفكره ممكن تصيري مثلا فنانه او رسامه بس وتدرسي الرسم او تدرسي فن او فنون مثلا؟ ان شاء الله اذا هذا اكيد بحب. انت هيك بحب. ما بتتخيلي حالك عم تعملي شيء ثاني؟ لسه انا مش عارفه، بس يعني بحب انه من الاشياء اللي عبالي هم الرسم. حلو. تمام. بالوقت الفراغ بتحبي تستثمر وقتك بانه بتشوفي لوحات لناس، بتقرأي عن الرسم اكثر، يعني كيف قاعده انت عم تتعلمي لحالك بينك وبين حالك؟ كثير بشترك بدورات بالبيت، كمان بحب ارسم بالماركرز. برافو عليكي مايا، عن جد احنا دائما بننبسط لما نشوف مشروع فنان، يعني ما بنعرف بالمستقبل انت رح تمتهني هذا الموضوع او لا، لكن مجرد انك عم بتحاولي وعم بيكون عندك هذا الشغف اكيد رح توصلي لمحل. شكرا. حلو. اكيد. اهم شيء مايا ما تخلي حدا يحكي لك لا، ما تخلي حدا يحكي لك وقفي. صح. ما ترسمي عشان تدرسي مثلا، او ما ترسمي عشان كذا، او ما اذا انت حابه هذا الشيء وشغفك وحاسه انه هذا الشيء اللي عم بيعبر عنك خليكي تسويه طول الحياه. ايش بتحبي تحكي لكل اللي بتابعنا وقدك حاسس عنده موهبه بس مستحي؟ انه جد الرسم كثير حلو، وانه جد بساعد يكون راح صبور، والالوان عن جد بفرح. برافو عليك مايا، شايفه دائما الالوان فرح، يعني احلى شيء نختم فيه من مايا. مايا بتحكي لكم الالوان فرح، خلينا نلون حياتنا مشان نحس بفرح اكثر وسعاده اكثر. امنيات السعاده والفرح للجميع. يعني شكرا لك مايا. شكرا.